سعيدة جداً اليوم بافتتاح مدرسة إحسان الثانية. هذه المدرسة التي تقدم خدمة التعليم الجيد والمتميز للطلبة وفق المنهاج وزارة التعليم والتعليم العالي. تقريباً بلغ عدد الطلاب في هذه المدرسة 485 طالب وطالبة. طبعاً عندما ترى هؤلاء الطلبة الصغار، هؤلاء الزهور المتفتحة وهي سعيدة بتلقيها التعليم، هذه سعادة لا توصف بالنسبة لنا.